أنا بقول لكم على أشياء هابة فيها هالفترة. أول شيء هذا فاونديشن حنان دشتي، ينن ثانك يو حنان دشتي على الفاونديشن العجيب. تقدرين تخلينه فول كفر أو عادي، يعني أنت تتحكمين. وايد عاجبني لونه، وايد اللي يعني تقريبا نفس لوني خلي يستخدمونه، اسمه مارون. صدق ينن ينن وثابت، وايد ثابت. رقم 2 باليت أوفرا، أقول لكم لحظة بوريكم إيش كثر، وهو جبار، خيال 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 مو عادي. هذا الهايلايت كونتور، هذيل الشادو، شوفوا هذا بلاشر وهذيل الشادو. ينن اللي يحبون هالألوان الترابية والنود راح تحبونه حيل. توب 3 هذا باليت أنستازيا، جبار وايد خيال ألوانة ينن في كل الألوان اللي يعني شلون اشرح لكم، يعني مثلا هذي الباليت هذا اللي شوي عاجبني لانه في الوان مطفيه وفي الوان يعني فيها لمعه، ف خيال خيال. واللون ثابت ثابت، خصوصا هاللون وايد احبه. وهذا هذا طبعا خيال، يعني بين ايش كثر حاثره. تخيلوا هالصوره هذه اللي تو انا حطتها، شهود الصبح دزت لي اياها زين، فانا قاعد طالع انه يعني الله خوش صوره من شي، يعني الارض مبينه. سويت زوم ولا هذه شهد، شهد صاعده 2000 متر. هي تخاف وايد من المرتفعات فسوتها يعني عناد. احتريت احتريت، ابي اسويها بس انا خوافه، يعني خوافه خوافه حيل، بس إن لأن أخاف من الشيء فودي أكسره. يعني غير إن أنا خايفة من المرتفعات وإن أبي أكسر الدنيا اللي قلت لكم يا توا، أنا وشاهد كنا متفقين إن إحنا نروح نسويها مع بعض، راح هي سوتها قبلي. أبي أنتقم من شاهد، ليش شي تسوين؟ تدرون إيش كثر مستانسة من ردة فعل الناس على مسلسل نوايا؟ مستانسة مستانسة مستانسة، الحمد لله يا رب الحمد لله. قاعدين حاجي حلو، الناس حابته، حابة دور مثله. أحلى شيء وصلني إن قاعد يقولون لي إن مثله موجودة بكل بيت، يعني حسستينا إن وايد قريب، يعني حسستينا إن صدق إحنا كذي من هالحاجي الحلو. فثانك يو ثانك يو ثانك يو كلكم على هالحاجي الحلو. ويا رب يعني من الأفضل للأفضل. بس مستانسة صدق، وايد وايد مستانسة. انت الحين تبي تروحين تسافرين، انا منو جابلني هني؟ تعالي معاي. هو انا اروح قلعة وادرين امريكا لح. عمو هو انت من فين؟ من مصر؟ من اكتوبر. من هنا اكتوبر؟ اقعد انس مريد. لا بس كذا عايز اسال، عايزك تقول كلمه للكويت. الكويت دول احسن ناس وليا اعز اصدقائي قاعد في الكويت، اسمه عماد عثمان. مش كويتي يعني؟ مش مصري. مصري قاعد في الكويت. الوقت والمدير بتاعي كان اسمه استاذ جمال الرومي، كويتي، من احسن الشخصيات اللي انا يعني عشتها في الدنيا كلها. أجدع ناس، أجدع ناس الكويت، كل حبايبي في الكويت. وبوسة كبيرة لأمي عليك يا عماد يا صاحبي الكويت حبيبي. تخيلوا يا جماعة هذه قعدتي من الصبح، يعني طبعا أنا صبحي الساعة 2 يعني، وافتر من أوبر لأوبر من أوبر لأوبر. بس أحلى شيء إن أنا قاعدة أسوي شيء أنا وايد أحبه وحيل متحمسة، وايد متحمسة وبروحي قاعدة أسوي، فتصير وناس أكثر. بس فرسالة حق كل شخص، إذا عندك شيء تحبه اتعب عليه، اشتغل حتى لو بروحك، حتى لو مو يمك أحد. أكيد راح يطلع بيوم من الأيام شخص يساعدك ويوقف يمك، بس اشتغل كثر ما تقدر، اتعب على نفسك، سوي اللي أنت تحبه اللي أنت مقتنع فيه، وراح تشوف شيء وايد حلو، والله راح تفوز.
ودائما حط ببالك ان انت راح تنجح، راح تفوز، راح توصل حق اللي انت تبيه. لا تكيسل كلش، قوم اذا ببالك فكره قوم سوها، اذا ببالك شيء قوم، لا تقعد، لا تكيسل كلش لانه ما راح يفيد.